مساء سعيد، مساء الخير، مساء النور على كل متتبعي قناة شوف تي في أينما كنتم، سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. كنتواجدوا معكم بهذه النقطة الرابطة بين الناظور والحسيمة في الطريق الساحلي، كما كتشوفوا على مدينة الناظور. كنخليوها على اليمين هنايا في هذا المشهد البانورامي الرائع الجميل، وجبال غوروغو تقابلنا إلى غاية الوصول إلى مدينة الحسيمة. أجواء رائعة، أجواء صيفية بامتياز، الأكثر من رائع. بعد الحال العديد من المواطنين والمواطنات وحشوا الطريق هذه، الطريق الساحلي الرابطة بين مدينة الناظور والحسيمة. طريق جميل رائع وخطير في نفس الوقت، خاصة في هذه الفيراجات، هذه الأماكن اللي كاين هنايا. فنتمنى سفر سعيد، ونتمنى عودة إلى الأقسام موفقة لجميع أبنائنا التلاميذ، وكنتمنى لهم التوفيق. وحتى واحد ما يتقاس بكوفيد 19 أو كما هو معروف كورونا. إذن من هذه النقطة حتى الحسيمة تقريبا واحد نقدر نقوله واحد 130 كيلومتر، كتبعدنا على مدينة الحسيمة. هذا المكان الرائع والجميل، عودة الحركة، خاصة أنها الطريق كتربط الشمال الشرقي بالريف، كذلك بجبالة، إلى وصول إلى غاية الوصول إلى مدينة طنجة أو تطوان. الطريق بطبيعة الحال كدير الجبهة وكدير مجموعة من المدن الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. فعودة الحركة بعد الدخول المدرسي اللي كنتمناو أنه يكون دخول موفق لجميع التلاميذ. فتطوان وطنجة مجموعة من التلاميذ اللي كانوا في مختلف المدن ديال المملكة المغربية غادي يرجعوا حاليا، غادي يرجعوا حاليا الى طنجة وتطوان بطبيعة الحال بالترخيص الى غير ذلك. على ذاك الشيء هذا الطريق رجعت فيها الحركة. اذا في اتجاه الحسيمة طنجة في هذا الاتجاه، هذا طريق بطبيعة الحال احسن وقيت للسفر. فهي الاجواء هذه تاع الربعة الثلاثة وكذلك في الصباح الباكر، هادو هما الاجواء ديال الوقيتة اللي مزيانه للسفر. فكاين الناس اللي كتفضل السفر بالليل، ونصيحة مني من بطبيعة الحال الحسيمة 117 كيلومتر، طنجة 407 كيلومترات. إذا كما قلت لكم الإخوان، نصيحة مني الناس اللي بغات تسافر من الناظور للحسيمة أو من وجدة للحسيمة أو من أي مدينة مغربية للحسيمة في الطريقة دي، فأنصحكم بالسفر نهارا. فكنصحكم أنكم تسافروا بالنهار، لأنه النهار كتكون الطريق طبعا الحال ما عليهاش واحد الضغط كبير، وبالإضافة إلى الرؤية، خاصة الناس اللي كتسافر لأول مرة في الطريق هذه. كنصحكم أنكم تسافروا بالنهار لأنها عامرة بالفراجات والجبال إلى غير ذلك. فأنتم كما كتشوفوا كتلقاو الشاحنة، بالرغم انه خط متصل هنايا ومنوع الدوبلاج، فغادي تسنى حتى توصل للمنطقه، توصل حتى للمنطقه اللي تقدر انك تدوبلي فيها، لانه الفيراج ما تقدرش انك تدوبلي هنايا، ما تعرف السياره فوقاش تخرج لك من ليه. اذا الانسان من الاحسن انه يسافر في النهار. الطريق كما كتشوفوا طريق غبوي جبلي صعب. تحية لنا الدار البيضاء، الإخوان يكتبوا لنا من كيتابعونا، إخوان ديال كازا، ديال الرباط، وجدة حاضرين معنا، مراكش، فاس، أكادير، الناس الجنوب والجزائر الرشيدية. فكنتمنى أنكم تشاركونا في هذا البث المباشر، وكل واحد يقول لنا من كيتابعنا واش سبق له داز من هذا الطريق ديال الحسيمة الناظور في هذا الخط، هذا الطريق الخطيرة
انسان يحاول. هي جميله في الارضيه ديالها، في الاخر ديالها، الفينيسيو ديالها، الطريق يعني بمعنى الكلمه، لكن المنعرجات اللي فيها فكتبقى دائما خطيره جدا، ويصعب الانسان يدوبلي في هذه المنعرجات الخطيره. كما كتشوفوا حنا في وسط الجبل، حنا في الوسط نتاع الجبل، فتحية الناس ديال القصر، القصر الكبير بطبيعة الحال، مختار معروف الناطور. تحية نور الدين من تاونات حداد من الحسيمة، وحافظ على هذيك الطريق الساحلية بطبيعة الحال، حسن أمغار. تحية ومينو حسن، طريق فيها منعرجات ديالكم، خاصة من يكونوا الشاحنات، حافظوا على السرعة ديالكم. دوزت هالاثنين الماضي، مرحبا بك خويا الحسيمة، انا كندوبلي فيها لكن عارف الطريق. خويا الجلالي ما تكونش عارف الطريق بحالنا، انا يوميا كندير هاد الطراجة الحسيمة الناظور، وخويا عارفين فين كاين الحفرة، عارفين فين كاين السكوس، عارفين كل شيء، ولكن واخا هذاك اخويا كنحتارمو، فماشي واعر عليا ندوبل هاد الكاميون هذا ونمشي في حالي. لكن اخويا الانسان يحافظ على الصحة ديالو، ويحافظ على الأسرة ديالو، فبطبيعة الحال ما كان بغي حتى شي واحد، ما كان بغي حتى شي واحد أخويا يوصل للحسيمة ولا يوقع له شي مشكل في الطريق. فيكفيني أنني كنصور تقريبا كل أسبوع حوادث سير مميتة، وكنشوف البقايا ديال الإنسان كيفاش يتجمعوا. فالحمد لله ما بغيناش المشكل يضر اي واحد. اكيد طريق عامرة برا، والطريق عامرة بال في اي اقليم، في اي منطقة، الا وكيل الاخوان اللي تراقبوا العربات الوافدة للحسيمة تطوان طنجة. فتحية الإخوان ديال الدرك الملكي. فغادي تلقاو الفيراجات فيهم كل شيء خط متصل، وتلقاو بعض لي بارتي بحال هذه اللي كنا ندوبلو منه دابا عاد حتى لقاو الخط المتصل، غتلقاو بعض الأماكن فيهم خط متقطع تقدروا أنكم تدوبلوهم، دوبلو الشاحنة ولا شي حاجة. كما كتشوفوا يعني غير إيفو كتنوي انك تدوبلي كتخرج لك السياره على اليسار ولا على اليمين. فالانسان يحافظ دائما على السرعه ديالو ويمشي غير بالتي عليه. خويا الجلالي في خط متقطع طبعة الحال من حقه 117 من هذه النقطة. أختي فاطمة أشغوياب من هذه النقطة اللي كانت واجد فيها حاليا 110، حاليا بقات لي 110 الكيلومتر للحسيمة، 110 الكيلومتر لمدينة الحسيمة. تقريبا شي ساعة ونص، ساعة ورباع، ساعة، على حساب كل واحد شحال باش يجري، كل واحد باش يتمشى. 137 اخويا من الناظور من سونتر فيل حتى الحسيمة. اما من هاد النقطة دخلت لجماعة الزغنغان دابا، خويا الجلالي من سونتر فيل، من سونتر فيل تلاخو. اما هاد النقطة اللي كانت واجد فيها حاليا 110 كيلومتر. مرحبا اختي فاطمة، هذا واجب اختي، 110 كيلومتر. فوالا دابا غادي نلقاو زغنغان على اليمن، نلقاو زغنغان على اليمن، سلوان العروي كذلك في الطريق هذه اللي هي على اليسر. هاد الشاحنة غادي نودعوها لأننا بقينا موراها بما فيه الكفاية احتراما للقانون. فبطبعة الحال إن فوا كندوزو هاد النقطة هذه 113 110 113، هذيك هي 110 113.
عاد باللوت حفظك الله خويا طريق بويا فارد جماعة إعزان. أكيد جماعة إعزان بالمناسبة غادي يكون فيها أكبر ميناء بإفريقيا إن شاء الله. غادي يكون ميناء ضخم كبير كبير كبير. مدينة الناظور مستقبل زاهر، خاصة الشباب اللي يسمعوني من مختلف مدن ديال المملكة المغربية. مدينة الناظور غادي تكون واحد القاطبة اقتصادية كبيرة جدا. فالميناء اللي غادي يكون إن شاء الله غادي يبقى يجيو فيه سفن من مختلف دول العالم. فهاد الشاحنة أعطاني الاسباس خرج شوية على الطريق اللي شافني في المراية من الصباح وانا تابعه. فخرج للطريق خلانا أننا نمشيو في حالتنا. فتحية للشوافرية اللي بطبيعة الحال مرابطين في هذه النقطة ديال أو قدامين في هذه النقطة ديال الحسيمة. كذلك الإخوان كاين واحد البراج هنايا ديال الأمن الوطني، هادو كلشي جاي من الحسيمة، شي من تطوان شي من الحسيمة. شوفوا كلشي هادو داخلين الناظور، فمراقبة صارمة ديال الترخيص ناس جاي من طنجة إلى غير ذلك. هذا ما عرفتش علاش رجع. لا ما كاينش الدرك في الروبون، كاين الأمل الوطني هنايا في هذه النقطة هذه. الدرك ديال اوكسان تيكون في العشية هنايا، فحاولوا ديروا الصمتة ديالكم ديروا وتكونوا هاد البلاكات نتاع وزارة الجهاز والنقل ما كنفهملهمش أنا. بعدا لقيت 117 القدام ولقيت 117 قبيلات، ودابا لقيت 117 عاوتاني، والبلاكة اللي قبلها لقيت 113 حسيمة. فكل بلاكة كتلغي بلغاها، كل بلاكة شنو كتقول. فكنتمناو أن تصلحوا هاد المشاكل هادو. فمناظر جميلة بطبيعة الحال، الطريق الرابطة بين الناظور والحسيمة مناظر والله يعني غاية في الروعة. يعني ما كتقلمش بالطريق، غادي جبال وتسالم هاد الغابة وهاد الأشجار ديال الزيتون وهاد المناطق ديال بني سيدان الجبل وبني سيدان اللوطا. فاش تسالم هاد المناظر هادو غادي تمشي مباشرة للشاطئ البحر، البحر الأبيض المتوسط حتى للحسيمة، يعني هادشي كونتيني حتى للحسيمة. فهذا شيء جميل ورائع في هذه المنطقة ديال الريف ديال الناظور ديال الشمال الشرقي. منطقة جميلة تستحق الاهتمام، ولعل الاهتمام ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في هذا الميناء اللي غادي يكون تاع غرب المتوسط اللي غادي يكون هنايا في بويافار، خير دليل على العناية التي يكنها صاحب الجلالة هذه المنطقة تاع الناظور. كذلك مشروع مارتشي كاميد الى غير ذلك من المشاريع الضخمه الضخمه اللي غادي تخدم يد عامله بزاف بزاف، يعني بالالاف. كنا انه الناظور تكون قاطبه ان شاء الله في المستقبل لمجموعه من المشاريع والاشياء الجميله والرائعه. اذا شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله. كنا معكم دائما بطريق الرابطه بين الناظور والحسيمة. بعد قليل غادي تقدر تقطع لا كونيكسيون لان الطريق الساحلي صعيب انك تلقى فيها الشبكه. على داك الشاش كنوصل الاخوان انهم يكونوا حذرين في هذه المنطقه هذه ويسافروا بالنهار. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.